بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله ويانا أصدقائنا ومشاهدينا في حلقة جديدة ويوم جديد من أجواء برنامج جيل عايد. كل عام وانتم بخير وعساكم من العايدين والفايزين، وإن شاء الله أيامكم كلها تكون سعيدة. كل عام وانت بخير يا نور. وانت بخير يا عبد الله. ارحب فيكم مشاهدينا في ثالث حلقه من برنامج يا العايده، وثالث ايام عيد الاضحى. استمتعنا وايد مع بعض في الحلقات السابقه، استانسنا وكان حماس اصدقائنا جدا مبين. وعشان تشاركون معنا في الحلقات القادمه لازم تحملون تطبيق شارك وتعبون بياناتكم، وباذن الله بنتواصل معاكم عشان تنورونا في الاستديو، واحنا معاكم لين يوم الجمعه من الساعه 4 لين الساعه 6. يعني اللي بيقول ان انا سجلت وما كلموني، عندنا احنا اليوم يوم الثلاثاء، عندنا اربعاء وخميس وجمعه، تقدرون تجون وتشاركون وتنورونا نفس ما نورونا اصدقائنا في حلقه اليوم. قبل ما نبدا لازم احنا نبي حماس اصدقائنا ونشوف حماسهم. جاهزين ولا لا؟ هلو زين، بنسوي تحدي، بنشوف اي صوب اعلى. هالتحدي لازم كل يوم عشان يكون في حماس في البدايه. ما شاء الله مثل ما تشوفون اليوم العدد كبير واصدقائنا كلهم موجودين في الاستديو معنا، وان شاء الله اي حد يكون موجود معنا في استديونا راح يشارك ان شاء الله، واذا ما شارك اكيد راح ياخذ هديه وهو طالع من عندنا ومستمتع من عندنا. ونذكرهم نور الجائزه الكبرى اليوم، الجائزه الكبرى كل يوم عندنا سحب على الجائزه الكبرى، اللي هي تعرفون شنو هي الجائزه الكبرى؟ بلاي ستيشن 5. كل اللي موجودين معنا في الاستديو بتكون اساميهم موجوده، وبنختارها عن طريق القرعه، وبنشوف من سعيد او سعيده الحظ اللي راح يفوز معنا بالجائزه الكبرى. عشان كذي شاركوا معنا عشان تكون فرصتكم بالفوز اكبر. يعني انا يوم قلت بلاي ستيشن 5 في اشكال تغيرت، انصدموا. شوفوا الاشكال هني، شوفوا هني، حطي الكاميرا. من يبي على من يبي بلاي ستيشن 5؟ الكاميرا هني. من يبي؟ كلكم تبوا بلاي ستيشن 5 صح؟ بس في شيء، في شيء، في شيء بقوله. مثلا الحين انت ها بدون ما تدفع فلوس، تخيل بدون ما تدفع فلوس تفوز بلاي ستيشن 5 قرعه، وكلكم راح تاخذون هدايا في الاخير. واكيد كل اللي موجودين معانا هني اسمائهم موجوده، راح نسوي سحب ان شاء الله، واحد او واحده راح يكونون سعداء حظ يفوزون بالبلاي ستيشن. يلا خلنا نسوي الحين تحدي، شوف منو اعلى. اوكي ابيكم تقولون يا العايدو. اوكي يا العايدو بصوت عالي، بنبدا من هالصوب زين. يلا واحد اثنين ثلاثه. حلو. حلو يلا شوف هالصوب. جاهزين؟ خذ نفس، خذ نفس. يلا واحد اثنين ثلاثه. ما شاء الله لا اصوات عاليه اليوم، مع ان اصوات عاليه في واحد مفروض يطلع بس ما طلع للحين. من اللي ناقص؟ من موجود اليوم؟ من منو زين؟ نادو راشد. نادو راشد زين. نادو انا ما اشوف راشد. وين راشد؟ راشد راشد يا رشود. نادو اعلى اعلى. بعد بعد بعد. راشد شكله راقد، احس انه راقد. راشد رشود مزعجين. تو بطل الليت. اي لازم اشغل الليت يا رشود. راقد راشد راشد راشد. وين الكشخه؟ وين حد يكشخ وهو نايم؟ بس بدينا الحلقه. انت الحين نايم ما تكشخين؟ لا بس بدينا الحلقه. اي حلقه؟ من حلقه حلقه من؟ برنامج العايده الساعه 4. ليش الحين احنا اي يوم؟ كل يوم نفس الحاله. احنا ثالث يوم. نقول لك الساعه 4 نبدا الحلقه، الحين 4 و5 يا رشود. لحق وين الغتره؟ وين الكشخه؟ لحق راقد؟ نايم يا عبد الله نايم. ليش راقد للساعه 4؟ هاي السؤال. اجازه واذا اجازه نخربط نومنا كذي؟ تاخرت امس، كنت العب بلاي ستيشن. انا بعد عندي بلاي ستيشن. هاي الغلط. ولعبت لعبت لعبت ما حسيت بالوقت، بعدين نمت متاخر
وما ادري انا الساعه كم نمت اصلا. بعدين اشوف اشوف لحظه اشوف شنو هاي داخل الغرفه كلها حلويات صار على اسنانك اللي امس كانت تعورك يعني افرشتهم فرشت اسنانك بس يعني عادي تاكل هالكميه واستخدمت الدواء بعدين بعدين اسمع اسمع بقول لك عبد الله نعم نور الحين انت لما تلعبين ايه؟ او تشوفين فيلم سينمائي او تشوفين التلفزيون ايه؟ تقدرون تلعبون وتشوفون تلفزيون بدون ما تاكلون حب ومكسرات وحلويات ونفش وعصير ناكل بس مو بهالكثر ونقدر نستبدلهم بوجبات صحيه. انت بتنام اليوم عبد الله يعني انت الحين يا رشود تعرف شنو تخليني اسوي؟ يعني تخليني قاعد تقول قاعد على بلاي ستيشن انا الحين احنا ما راح نسوي سحب على بلاي ستيشن اليوم. لا بدعون علي اليوم بيقولون كله منك نسوي ولا ما نسوي سحب وانا شلي خصانة انا اللي لعبت هم ما لهم ذنب اي لانهم بياخذون بلاي ستيشن بيروحون البيت بيسوون نفسك صح؟ لا لا ما بيقلدوني انا متاكد صح ولا لا بتسوون نفس راشي تروحون البيت لا لا خلاص قالوا لا أنا عبد الله صدق. عبد الله واذا راحوا البيت ولعبوا بلاي ستيشن يا اخي اجازه انت ليش تحرمهم من المتعه يا اخي يعني الحين انا عندي سؤال كم ساعه مفروض نلعب بلاي ستيشن مثلا اذا رحنا البيت واجازه ما تحس بالوقت يا عبد الله ما تحس يعني عادي 6 ساعات 7 ساعات تلعب يا راشد اللعبه تاخذ وقتك يا اخي وقت ما بعدين انا مو بلابس ساعه يعني انت بلابس الساعه فما تحسب ما تعرف يعني كم الوقت اللي تحتاج عشان تلعب صح اللعب يرفع عندك الادرينالين انا يا راشد راح اروح واسال اصدقائنا وبشوف شنو رايهم في هالموضوع لانه يعني احس مو مقتنع بكلامك انا بعد مو مقتنع الصراحه بكلام راشد انا يعني يقعد يلعب فوني ويطول وسع لي هني خليه اقعد هني ولا خليني اقعد هني وسع ولا لا وسع هني يلا نور عندك خلينا نبدا عندك يلا نبدا انا عندي هني مجموعة من أصدقائنا شو اسمك؟ صالح أحمد زين وانت؟ عبد الله عمر زين أنا راح أسألكم الحين شنو رأيكم بتصرف راشد نوم؟ شنو رأيكم بتصرف راشد؟ خطأ ليش؟ كم ساعة؟ أنت عندك بلاي ستيشن؟ لا زين مثلاً الأيباد عندك أيباد جوال؟ جوال كم ساعة تقعد على الجوال؟ تقعد تلعب وتشوف أفلام؟ كم؟ 24 ساعة يقول لي 24؟ لا 24 ساعة ها؟ سمعت 24 ساعة من هو يلعب مفروض الإنسان إنه يستخدم الجوال ساعة واحدة بس ساعة واحدة صح نور 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 من 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 سمعت يقول 24 ساعة هاي أنا باخذه معاي لا 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 لا, لا غلط بنعلمه إنه غلط 24 ساعة لا أي روحي شو اسمك؟ ريان صح 24 ساعة ولا غلط؟ خطأ خلاص حتى اللي قال 24 ساعة اعترف بغلطته ساعة واحدة تكفي خلينا نشوف الشباب اللي هنا نشوف اللي عند عبد الله السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام كم ساعة الواحد مفروض يقعد لحظة سلام سلام عليكم وعليكم السلام شخبارك الحمد لله زين كم ساعة شو اسمك انت خطاب الله يا الخطاب اسمك حلو قل لنا كم ساعة مفروض نقعد نلعب سوني بلاي ستيشن 100 ها كم 100 تعزل 100 قال 100 يا سلام عبد الله انا حصلت وايد اصدقاء اليوم مستانس اليوم انت يا راشد ايه عشان تعرف ان كلهم نفس يلعبون كم ساعة يا مشعل كم ساعة عمرك نلعب سوني نص ساعة ايه؟ وانت تسوي تلعب نص ساعة العب ساعتين تلعب تقول نص ساعة تلعب ساعتين ها زين ها كم ساعة ثلاث ساعات اوه ها كم ساعة نلعب ساعة يعني عادي مثلا نقعد نلعب اوكي نلعب ساعة ونص ساعتين صح بس بعد يعني لازم نحدد الوقت ما يصير نلعب وما نرقد ولازم نرقد يعني رشود قاعد يلعب لين الصبح وما رقد هاي صح ولا خطأ صح خطأ يا مي خطأ شوف عشان تعرف خطأ يلعبون مثلي خطأ زين احنا بنرجع لكم وبنسولف معاكم بعد شوي بس الحين خلونا نروح شوي هني نروح ونسلم على عازفتنا اليوم نسمع صفقة حق تاج نسمع صفقة 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 صفقة
تحتاج ان شاء الله عازفتنا اليوم راح تشارك معانا في حلقه اليوم. سلام عليكم. تاج انت كنتي معانا في اول حلقه وما شاء الله يعني ابدعتي في العزف، بس الحين عندنا اصدقاء جدد نبي نفهمهم هذه شنو هالاله، شنو اسمها؟ اله القانون. كل صوت له وتر، يعني لما تكون صغيره من فوق بيكون الاوتار صوتها اعلى من فوق. اوكي حلو، يعني الحين احنا آلة القانون اذا فوق المكان صغير يعني الصوت يكون عالي صح؟ تقريبا هو يعني حسب ما يعني انا لو شددت على الوتر بيطلع صوت قوي، بس من فوق الصوت انا عم يعني عرفت كيف؟ حلو. اذا كم المده اللي الواحد يحتاجها مثلا عشان يتعلم على هذه الاله ويتعلم يعزف؟ هو الاله صعبه بس بدها تمرين، يعني بدها واحد شاطر انه يتعلم ويحب الآلة أكثر لحتى يعرف يعزف. حلو حلو، يعني مع الاستمرارية ما يصير مثلا يتعلم بس في المعهد بعدين يرجع البيت ما يسوي شيء ولا يتعلم، صح؟ لازم في البيت وفي المعهد. زين يلا الحين احنا نبي نسمع منك يا تاج أغنية للعيد حلوة جميلة، وأصدقائنا بعد راح يشاركون معاك ويشجعون ويصفقون. تاج يلا. تاج 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 اوكي تاج تاج انا انت راقد ومصحصح كلمة. لا 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 خل تعزف شيء رقد. لا 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 شنو شيء يرقب؟ ابى نام ابى نام. في حد يبي ينام هني؟ في حد يبي ينام؟ انا ابى نام. تعزف شيء موسيقى هاديه؟ لا 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 ما ابي موسيقى هاديه، اعزفي لنا شيء عن العيد يا تاج يلا. يا العيد يا العيد يا العيد عود علينا يلا غنوا غنوا. يا العيد يا العيد يا العيد عود علينا يا العيد عود بالخير يا العيد والفرحة عود والفرحة عود. يا العيد يا العيد يا العيد عود. يا سلام صفقة 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 حق صديقتنا تاج صفقة. وخلونا الحين نبدأ معاكم أول لعبة لليوم. مسابقة شنو أول واحدة؟ مسابقة كرة السلة. الله نبا نوم. زين خلاص هم يلعبون ونارك. لا 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 لازم تشجعهم أنت بروحك اليوم. اليوم بلابس لا غترة ولا عقاب يعني أنا بروحي أبي حد يشجعني إنه أنا استيقظ من النوم. تبيني أنا أشجعهم هم يلعبون؟ زين استيقظ من النوم وشوف حماس أصدقائنا ولعب معاهم. بحاول بحاول. بعدين عبد الله. نعم. بعدين ليش تقول غترة وعقال؟ أكو تشوف في أصدقائي بعد بعضهم مو بلابسين غترة وعقال. بس مكتوهم قاعدين من الرقاد. يعني هم لا هم جايين شيء ما يبون يلبسوا، بس أنت توك قاعد من النوم حتى أنت شكلك راقد بالثوب يا رشوش. يعني علشان يعني يمكن تفكر تلعبوني معاهم يمكن. يعني إحنا كل يوم نلعب مع بعض بس عقب البرنامج. اليوم يا رشوش أنا بلعبك معانا اليوم. صدق؟ إي أنا بلعبك بس بشرط. شنو؟ إنك تكون مصحصح. إذا راقد وما أدري شنو ما راح تلعب يا رب. خلاص هونت هاي الشرط مشروط. لا مو زين خلنا نطلع أصدقائنا اللي بيلعبون معنا. نور عندك اختاري البنات. يلا زين تعالي. والأولاد تعال تعالي تعال أنت بعد تعال أنت تعالي. لا لا اللي لابس ثوب اللي ورا تعال تعال تعالي تعال. وين الثالث؟ تعال حلو تعال وقف هني. حلو تعرفون كرة السلة؟ تحبون تلعبونها؟ مو بهذه مو بهذه اللعبه هذه. لفوا شوفوا الكاميرا خلوا لفوا على الكاميرا بس شوفوا الكاميرا الحين الكاميرا. اول شيء نبدا من عندك. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ تميم. نايف سعدي. والنعم يا تميم. تميم كم عمرك؟ 8. تميم متى رقدت امس؟ يمكن الساعه 11. الساعه 11 حتى في الاجازه ترقد بدري؟ ليش ترقد الساعه 11 اجازه؟ عشان جدي خليني جين صدح هو. جدك يخليك ترقد بدري؟ ترقد الساعة 11؟ ايه. عشان تقوم الصبح مصحصح وتروح تريق وتسوي يومك صح؟ ايه. بس بعد يعني احسن لو نمنا الساعة 9 او 10 صح؟ ايه بس توني اقوم الساعة 8 كل يوم. ايه تقوم الساعة 8 الصبح. يا سلام عليك. زين قول لنا كم العيدية اللي جمعتها؟ يمكن 1050 ريال. ما شاء الله 1050 ما شاء الله عليك. شنو بتسوي في العيدية؟ ما اعرف. بخليه داخل مالي الحصاله. خليها بالحصاله لين ما يعني تجمع اكثر واكثر واكثر بعدين تشتري الشيء الحلو اللي تبيه صح؟ ايه. يا سلام. وانت شو اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم كم عمرك يا ابراهيم؟ 11 سنه. ابراهيم كم العيديه اللي جمعتها؟ 280. حلو. شنو بتسوي في العيديه؟
ما يعرفون. في شيء تعرف تسوي ولا قاعد تفكر للحين؟ شنو؟ بسافر. بتسافر؟ بتسافر بالـ200؟ زين ان شاء الله ان شاء الله تسافر بالـ200. انا بعطيك شنو تشتري؟ تشتري مخدة والحاف. يا ايه فراش شديد. تشتري مخدة؟ ترى ب200 تقدر تشتري مخدة ولعب، بس يبي تشتري؟ لا ما يبي يا رسول. ما يبي. زين انا بشتري. انت لا انت لا انت انا باخذ العيدية منك لان عشان ما تشتري هالاشياء يا رشود. غشيتها. زين شو اسمك؟ صالح. صالح كم عمرك يا صالح؟ 10 سنين. 10 سنين، كم العيدية يا صالح؟ 430. 430 ما شاء الله، شنو بتسوي في العيدية؟ اجمع فيها واشتري بلاي ستيشن. ما شاء الله. بس يمكن اليوم تفوز بالبلاي ستيشن، فما لا داعي تجمع العيدية، تشوف شيء ثاني تشتريه صح؟ يا سلام عليك. يلا نتعرف على البنات. نشوف البنات شسمك شي حلوة. عايشة. عايشة؟ عايشة كم عمرك؟ 11 سنة. 11 سنة العمر كله يا عايشة. عايشة قولي لي ايش سويتي أول يوم عيد؟ رحت عند جدتي. ايه. وجمعت عيادي. جمعتي عيادي؟ كم جمعتي؟ جمعت يمكن 520. 500 وشي. كم ايش بتسوين فيهم؟ بتبرع شوي بفلوس. بتتبرع بالفلوس. عليها تحية. صفقة صفقة صفقة. أكيد هاي من الأشياء اللي جدا حلوة إن إحنا نخصص جزء من عيديتنا ونتبرع فيهم للفقارة والمساكين وكل، يعني إذا رحنا مكان أو جمعية خيرية راح يعرضون لنا كل الحالات اللي محتاجة تبرعاتكم. بس نور مثلا الحين الواحد يقول من أصدقائنا يقول أنا عندي فلوس. إيه. ما ابي اتبرع، اذا وراح اتبرع لازم اتبرع ب 500 ريال ولا اتبرع ب 50. حتى الريال تفرق يا عبد الله، حتى الريال، يعني لو تخصصون اي مبلغ من العيديه خير وبركه صح، حتى الريال يفرق معاهم. تدرين نور ان لما الواحد يتبرع فلوسه تزيد؟ فلوسه تزيد فعلا. ايه الصدقه بركه. الصدقه بركه، واكيد فلوسكم بتزيد كذي، وفي الاخير يعني انتم راح تحسون بالراحه والوناسه انكم ساعدتوا ناس. لا النوم بركه في الوقت الصح يا راشد. ها النوم بركه في الوقت الصح. النوم بركه اذا نمت في الليل وقمت الصبح. يلا تعرف على ايه؟ نسيت. يلا تعرف على الثانيه. وانت شو اسمك؟ جوهره. كم عمرك؟ 12. جاهزه حق لعبه اليوم؟ اي. زين قولي لي ايش رايك بتصرف رشود اليوم اللي سواه؟ تفضل. كم ساعه لازم يقعد ويلعب؟ يلعب مثلا اذا اجازه. اي يعني تخصص ساعتين. قولي الصدق، قولي الصدق، احنا في الاجازه الحين، قولي الصدق. في الظهر وساعتين في الليل. ساعتين الظهر وساعتين في الليل، يعني حلو. يعني هو وايد، نقول ساعة في الليل وساعة الظهر أحسن، صح؟ شاطرة، عافية عليك. وأنت شو اسمك؟ آلاء. آلاء كم عمرك؟ 11. زين آلاء قولي لي، عندك بلاي ستيشن؟ آيباد؟ جوال؟ لا. ما عندك؟ تلفزيون؟ تشوفين تلفزيون؟ كم ساعة في اليوم تقعدين وايد؟ يمكن ساعتين. ساعتين في اليوم، حلو. بعد إذا إجازة وإذا عندك دراسة، أول شيء تخلصين دراستك وعقب؟ بعدين أقوم أتابع. صح عليك، وهذا التصرف الصحيح. حلو. زين الحين راح نبدأ معاكم أول لعبة، نشرح لكم اللعبة. البنات تعالوا وقفوا هني، تعالوا وقفوا هني، بنلعب لعبة كرة السلة. تعرفون تلعبون كرة السلة؟ ها تعرفون تلعبوا كرة سلة؟ كرة سلة. حلو. كرة سلة لعبة سهلة وحلوة وبسيطة. شنو بتسوون؟ عندكم الكورة هني، وعندكم كل فريق عنده دقيقتين. حلو. شنو عندكم؟ السلة هني، وعندكم مثل ما تشوفون ثلاث أماكن. الحين مثلا أنا برمي من هني وبجيبها في السلة، كم خذيت؟ صفقة صفقة صفقة. إيه حلو حلو. نقطة. خذيت نقطة. أنا الصراحة ما أبي أرمي من هني، ما أبي نقطة، برمي من هني. أبي نقطتين. ما يابها، بس إذا يابها صفقولة. صفقولة صفقولة صفقولة. برمي من هني بسجلها، باخذ كم؟ نقطتين. نقطتين. برمي من هني كم باخذ؟ ثلاث نقاط. نقاط. كل واحد وقدرته ويشوف كم يبي يحصل. كل فريق على كيفك، كم تبي انت وحظك. زين شنو راح يصير؟ اللي راح يرمي الكرة، يعني مثلا هذه الكرة لك انت رميتها صح؟ خلاص اذا راحت اي مكان تروح تجيبها وترجع ورا. اللي بعدك يرمي الكرة اي مكان يجيبها يروح يجيبها، اوكي؟ اهم شيء هذه الكرة لك تروح تجيبها بعدين. نبدا؟ فهمت اللعبة؟ راح نعد احنا انا وعبد الله وبمساعدة اصدقائنا بعد راح نعد النقاط اللي جمعها كل فريق. تمام؟ نبدا مع البنات ولا مع الاولاد؟ لا بنبدا بصراحة صراحة صراحة. ايه؟ بنبدا مع الاولاد لان الاولاد صوتهم كان اعلى، اوكي؟ تعالوا هني، تعالوا الاولاد هني. البنات خلكم. البنات خلكم هني، اوكي. الاولاد لان انتم اول فريق، تبون كرة حمراء ولا صفراء؟
تبي حمراء؟ حمراء يلا خلاص الحمراء لكم اوكي؟ بس ما يصير الواحد ما يصير الثاني يرمي الا بعد ما الاول يرمي تمام؟ يعني انت كيفك تبي يعني ترمي من هني تبي ترمي من هني تبي ترمي من هني من هني؟ ما شاء الله من اول يعني 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 الواحد يستغل اول شيء ياخذ نقطة نقطة بعدين ياخذ يعني نقطتين ولا من البداية تبي ثلاث؟ يلا اوكي يلا بنشوف حلو. لحظة لحظة لا تبدا خلينا نعد مع الجمهور وعندكم دقيقتين نشوف كم النقاط اللي بتجيبونها بعدين البنات راح يلعبون تمام اول ما تخلص ترد ورا عشان اللي عقبك يرمي الكرة تروح تاخذ كورتك اوكي لا تاخذ كورتك واللي بعدك يلعب اوكي يلا جاهزين خلينا نعد ها يلا واحد اثنين ثلاثة يلا بدا يلا. وقتك اوه كانت قريبة يلا اللي بعده اللي بعده خذ الكرة الثانية خذ الكرة الثانية خذ هاي الكرة عندك خلاص كورتك يلا تشجيع 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 خذ الكرة أسرع أسرع عادي عادي أي كرة أي كرة أي كرة يلا من وين تبي تبدأ اختار كيفك يلا ثلاث نقاط راحت بعيد يلا وخر وخر اللي بعده اللي بعده على السريع على السريع عشان الوقت يلا حلو لا للأسف تعال خذ الكورة يلا أسرع 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 خذ الكورة يلا اللي بعده ركز صفقة. ركز لا للأسف يلا زين قلت لكم ابدوا من الثاني أو الأول الثاني أو الأول ست نقاط العب من قدام العب من قدام يلا حلو ستة اللي بعده اللي بعده أسرع 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 يلا صفقة 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 لا للأسف لا قدم عادي كيفك وين ما تبي صفقة يلا اللي عقبه اللي عقبه اللي عقبه من وين تبي أسرع 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 اللي عقبه ها لا بعد يلا اللي عقبه كم باقي كم باقي للأسف ما علي لحد الحين عندكم باقي 30 ثانية نقاط أسرع 30 ثانية أسرع قدموا قدموا أسرع يلا ترى حتى النقطة تفرق يلا والله. روح جيبها روح جيبها روح جيبها جيبها يلا حلو اللي بعده شوي شوي تحمل ثمان نقاط يا البنات ثمانية ثمان نقاط 11 نقطة 11 نقطة أسرع أسرع 9 8 7 6 بس وقف وقف 11 نقطة حق فريق 11 نقطة حق فريق الأولاد خلاص تعالوا هني يا أولاد عافية عليكم أخلكم أي تعالوا هني يلا. 11 نقطة لفريق الأولاد تتوقعون البنات يجيبون أكثر ولا لا؟ أنا أتوقع الأولاد اللي بيفوزون أنا ما جاهزين؟ بتجيبون أكثر؟ يلا إن شاء الله يلا تعالوا يلا خلكم أسرع ها؟ خلوا فيكم حماس أسرع أوكي؟ يلا الجمهور نعد لحظة لا مو بحاجة أسرع يلا. وركزوا واحد اثنين ثلاثة يلا ابدأ يلا من وين؟ اثنين حلو لا البنات عندهم تكتيك البنات عندهم تكتيك للأسف يلا راحت يلا قريبة عطى الكورة عطى الكورة يلا أسرع لك. أسرع نقطتين نشوف يلا تركيز 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 راحت 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 الكورة يلا يلا أسرع 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 للأسف ركزوا ركزوا أسرع إيه العدد واحد صح حلو ثلاث نقاط يا سلام ست نقاط حلوين ست نقاط البنات نقاط شكرا ست نقاط باقي لكم لا ما دخلت دخلت واحدة بس خمس نقاط ست نقاط صار عندنا تسع تسع نقاط يلا ما بقى شيء نقطتين تجيبون يلا الحين الحين تقدرون تقدرون تلعبون واحد 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 تفوزون ما في وقت ها كم باقي؟ شكرا اقل من دقيقة عشر نقاط باقي واحدة الاولاد بسرعة باقي واحدة وتتعادلون الاولاد مكانكم في خطر يا الاولاد للاسف يلا 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 العبوا واحد 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 خلاص العد التنازلي 40 الله 11 نقطة تعادل يا أولاد أوكي. تعادل 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 باقي 20 ثانية بس سجلوا واحدة وخلاص
يا سلام 13 نقطة ها 14 يا سلام يا سلام يا بعد كملوا باقي 10 ثواني 9 8 6 15 جربوا من الثلاثة أو الاثنين خلاص فايزين اثنين خلاص انتهت اللعبة خلص الوقت تعالوا البنات فريق البنات تعالوا الأولاد لاحظت البنات فازوا باستراتيجية حلوة يعني بتكتيك حلو مو بكبارة مو يعني شوف احنا دائما نقول ان عندكم يعني شيء سهل عندكم الصعب انتوا رحتوا على الصعب على الصعب على الصعب يعني لو ان انتم مسجلين بس نقطة واحدة 1 2 3 4 5 6 تنفستوا في دقيقتين بس انتوا يعني ها شنو صار؟ يعني احنا ما رحنا قدام حق وايد يعني بس رحنا البعيد اي رحتوا على البعيد ركزتوا على البعيد شنو صار؟ انا اروح البعيد عشان اجيب جولدن جول انت ما شاء الله جبت 3 نقاط مرتين ها والله انا كنت احاول اجيبها من بعيد عشان ناخذ نقاط ونفوز عليهم بس خلاص ما اقدر بس كانوا يرمون الكور من تحت ما كانت من فوق عشان كذي ما كانت تدش السله تكنيكهم ما كان صح يا رشود بس يعطيهم العافيه نسمع لهم صفقه يلا شكرا يلا البنات يعطيكم العافيه فريق البنات تعالوا شلون فزتوا؟ لا ابيكم تقولوا لي شلون فزتوا؟ في طريقه لان يلعبون رياضه في المدرسه دخلنا 1-1 عشان نجمع اكثر عشان تجمعون اكثر عدد من النقاط صح؟ زين قولي لي شلون كانت سهله ولا صعبه؟ صراحة سهلة سهلة في حد منكم يلعب كرة سلة أصلاً؟ أنتِ تلعبين في المدرسة؟ إيه ما شاء الله عليك تلعب كرة سلة أقول لك في المدرسة يلعبون في المدرسة رياضة إيش درك؟ أعرف مدارس البنات يلعبون رياضة أكثر من الأولاد صح ما شاء الله يلا شكراً يعطيكم العافية نسمع لهم صفقة أول لعبة كانت حلوة زين نتعرف على الرسامين ولا بعدين؟ عندنا رسامين اوكي نتعرف عليهم على السريع عشان نقدر ناخذ اللعبه اللي بعدها يلا تعرف عليهم يلا هناك نور وخر شوي خليني اقعد السلام عليكم وعليكم السلام شو اسمك شيخه شنو شيخه علي المطر والنعم يا شيخه كم عمرك 8 شيخه شلون كانت اجواء العيد حلوه إيه؟ شنو سويتي في العيد رحت بيت جدتي واشياء كذا زين كم الهدية اللي جمعتيها؟ 10 زين ان شاء الله تجمعين 10,000 قولي ان شاء الله زين شنو بترسمين لنا اليوم؟ تحبين الرسم؟ إيه؟ شنو بترسمين؟ قمر الله بترسميني؟ ترسمين قمر اليوم؟ إيه؟ يا سلام يلا خلينا نشوف الرسمة وبيلا الحين تقدرين تبدين الرسم بس لا توسخين نفسك اوكي؟ يلا نشوف اللي عندك اللي عندي الرسام شو اسمك؟ نواف بدر شو اسمك؟ نواف كم عمرك؟ 10 سنوات 10 سنين العمر كله من متى تحب ترسم؟ من قبل 3 سنوات 3 سنوات؟ ايوه متى تحب ترسم؟ يعني من عمرك 7 سنين أيوة. صح؟ من وين تحبيت ترسم من المدرسة ولا من نفسك في البيت؟ المدرسة من المدرسة؟ تحب حصات الفنية؟ ايوه احب مرة تحبها؟ ايوه زين شو ناوي ترسم لنا اليوم؟ شمس؟ ايوه ما شاء الله شمس وقمر اليوم متفقين زين شنو ارسم لنا اشياء زيادة يعني شمس يعني تحت بحر حلوة الفكرة عيل ابدا رسم الحين وراح نرجع لك اخر الحلقة نشوف رسمتك ونقيمها ونوري رشود اوكي؟ جاهز؟ جاهز يلا الحين خلنا نلعب اللعبة اللي بعدها ونختار اصدقائنا اللي بيلعبون معانا تعالوا انتوا الثلاثة يلا تعالوا هني بسرعة اطلعوا برا اطلعوا هناك يلا نور اختاري الاولاد عندك 3 اولاد يلا الاولاد من يبي يشارك تعال يلا تعال لا ابي اولاد ابي 3 اولاد هالمرة من دقيقة شوف نختار انا ما احبك الله تعال ها حلو زين ومن ابي من هني من وين؟ من هني اختار انا اختار يلا تعال هنا تعالوا الاولاد عندي يلا الاولاد عند عبد الله عندي تعال عندي يلا نتعرف عليكم على السريع شو اسمك؟ احمد موسى لف شوف الكاميرا احمد موسى صالح دايب والنعم جاهز للعبه يا احمد عشان الوقت نتعرف على اساميكم بس شو اسمك؟ عمر خالد محمد احمد والنعم يا عمر بتفوز ان شاء الله اللعبه تعتمد على السرعه والتركيز ان شاء الله بفوز ان شاء الله شو اسمك؟ وسيم عبد الرحمن كيلان وسيم جاهز للعبه؟
وسيمن صديق البرنامج، احنا نعرفك من زمان من ايام ساعة مرح. جاهز للعبة؟ ايه جاهز اكيد. يلا الحين تعرف على البنات. شوف البنات حلوين. شو اسمك؟ موزة محمد. موزة كم عمرك؟ 9. جاهزة للعبة؟ بتفوزين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانتي شو اسمك؟ لولو محمد. لولو. لولو جاهزة للعبة؟ ايه. انتوا خوات؟ لا. بتساعدون بعض؟ ايه اكيد. وانتي شو اسمك يا حلوة؟ ليلى. ليلى. ليلى جاهزة؟ إيه؟ انا الحين عجبتني كشختهم. شوفوا الكاميرا، شوفوا الكاميرا، خي شوفوا كشختهم. يا سلام، شوفوا ما شاء الله. لا ليلى بعد صديقه البرنامج. ليلى صديقه البرنامج ما شاء الله، رسامتنا صح؟ صح كانت ترسل لنا رسومات وترسل لنا اشياء وايد. ليلى ترسمي لنا ما خليتوها ترسم اليوم حصه بعد. اليوم ما رسمت اليوم، خلت تلعب معنا. يلا خلنا نلعب اول لعبه. اللعبه الله يسلمكم يلا. تعالوا الاولاد هني، بنات تعالوا هني، تعالوا الاولاد هني، والبنات خلكم هناك ورا. انزين اللعبه مثل ما تشوفون عندكم هالصحون الصغيرة. شنو تسوون في الصحون الصغيرة؟ تحطونها على راسكم، اوكي؟ تحطوها على راسكم وتاخذون كورة. تاخذون الكورة تخلونها فوق وتمشون. ها نمشي نمشي نمشي، تعدون الاقماع، تعدون الاقماع، توصلون هني، تحطون الكورة وترجعون. بعد ما الاول يحط الكورة الثاني يطلع. واحد ورا الثاني. اذا طاحت الكورة خلاص ترجعون تاخذون كورة ثانية. تمام؟ عبد الله، واذا طاح الصحن؟ إذا طاح الصحن يشيلون الصحن. ما ينكسر؟ لا ما ينكسر، خشب. يلا يلا جاهزين؟ خذ الكوة، خذ خذ الصحون واتفقوا. يلا عندكم 5 ثواني تتفقون منو بيبدا. ها سووا الترتيب. يلا 5 4 3 2 يلا من اول واحد بيبدا. حلو بس ورا ورا ورا، بس لازم تعدون كل ال اوكي اوكي، لازم تعدون كل الحواجز. تعال هني، خل الكرة فوق فوق. ها وما تمسك اللي ما تمسكها بيدك، خلاص تحطها فوق ما تمسكها بيدك، اوكي؟ يلا يلا نبدا. ايوه صح، بس اهم شيء تعدون الاقماع، اوكي؟ لحظة يلا جمهور لحظه بساعده. اي حط. أيوة اول شيء حط الصحن. ايوه الحين حط الكوره بس يلا. تمام يلا جاهزين؟ منو بيبدا؟ انت بتب. يلا تعال وقف هنا. يلا واحد، يلا نعد. ها يلا 1 2 3 يلا 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 يلا. آه اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. يلا اللي بعدها اللي بعدها. يلا ورا بعض ورا بعض. ما عليه اخذ. ايوه شوي 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 شوي. يا سلام يا سلام يا سلام. حط الكوره حط الكوره. شوي شوي. يلا وصلت. عافية عليك. يلا نزل نزل الصحن. يلا روحي 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 روحي. يلا 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 لعبك. ايوه ايوه. لا انت اهدي لحظه شوي. لا تمسكها لا تمسكها بيدك لا تمسكها. ايه يلا يا سلام. تشجيع يا جمهور، راقدين اليوم. صفقة أولاد أولاد. حلو يلا نزل نزل الكرة. شجع بصوت عالي بصوت عالي. لا 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 جمع هني. يلا رد 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 اللي عقبه اللي عقبه. يلا بصوت عالي بصوت عالي. يلا اللي بعده اللي بعده. يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. يلا أزرع أزرع أزرع. لا تمسك لا تمسك. يلا لا تمسك لا تمسك بيدك لا تمسك. إذا بتمسك براجعك. حلو يلا يا ليلى. يلا إيه إيه بنات. اوكي يلا يلا بنات. ازرع ازرع يلا بنات. تركيز تركيز تركيز. ايوه يلا ازرع. ايوه حلو. صح لا تحركين راسك. يلا حلو يلا يلا اطلع. يلا ارجع 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 وسيم ارجع. يلا اللي بعده اللي بعده. بسرعه 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 بسرعه. حط الكوره. يلا يلا نزل الكوره. يلا اللي عقبه يطلع اللي عقبه يطلع اللي عقبه يطلع. كم باقي كم باقي؟ طاحت 38 ثانية 38 ثانية. نشجع يا شباب نشجع. لا توتر لا توتر. يلا يلا بمشي معك بمشي معك بمشي معك. أنا بعد يلا أنا بعد ثواني. هذه داخل ولا طاحت برا؟ يلا 20 ثانية 20 ثانية. يلا أسرع 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 أسرع. شباب 15 ثانية. ما شاء الله في ما شاء الله عندكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 لا 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 في كورتين مو كورتين مو محسوبين. لا واحدة واحدة مو محسوبة. بس هو 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 طلع طلع وراك على طول ما يصير. بعدين خلص يلا تعالوا تعالوا هني. اي ما تنحسب اذا خلاص. قلنا لكم واحد واحد قلنا لكم واحد واحد. يلا نعد حق عندي حق الاولاد نور عشان بنعد الوقت. بنعد مع بعض. تعالوا البنات عندي هني. لا 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 دي دي هدي الكره. انا بعد هدها 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 هدها. يلا من قال لك؟ قول لي البنات فازوا. يلا يلا 1 2 للحين حط الصينيه على راسه. 4 5 6 7 8 ثمانية. خلينا نشوف البنات كم مسكوا عشان تعدون. ارجع ارجع
ارجع ارجع. يلا نعد مع بعض. ها لف... لا تعطون الكاميرا ظهركم، لفوا شوي. ايوه حلو. ثمانية. يلا البنات الاولاد كم؟ ثمانية. ثمانية البنات. ها اثنين اثنين ثلاثة يا سلام فريق البنات فاز باللعبة الثانية 2-0 للبنات اليوم يا شباب. البنات شادين. يلا نسمع لهم صفقة، نسمع لهم صفقة. شكرا. بس كلكم فايزين معانا. روحوا مكانكم. ناخذ بريك، ناخذ فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نستكمل معاكم برنامج يا العيد. رجعنا من بعد الفاصل ومستمرين معاكم بالعابنا ومسابقاتنا، ومثل ما انتم شايفين معانا اصدقائنا هالمره على المسرح. اخترناهم عشان نلعب لعبه من الالعاب الحلوه واللي وايد تعجبني صراحه، لان تزيد عندهم المعلومات العامه وتزيد يعني من ثقافتهم. زين خلنا نتعرف عليهم. وهاللعبة رشود يحبها بس اليوم لانه راقد ف اليوم لا انا مصحصح صدقني بجاوب عنهم كل الاسئله. يلا بنشوف. لا تخربطهم بس. بنشوف بنشوف. خلنا لا نتعرف. انا ما جاوب. خلنا نتعرف عليهم على السريع عشان الوقت. شو اسمك؟ ريم يوسف. ها ريم. ريم كم عمرك يا ريم؟ 10. ريم منو اكثر واحد اعطاك عيديه؟ منو اكثر حد اعطاك عيديه؟ ابوك امك جدك جدتك عمك؟ ما شاء الله. كم اعطاك؟ 50. حلو، يعني عمها عطاها وان شاء الله ابوها بعد يعطيها وما يعطوا بعد، يعني لازم تجيب عيديه اكثر صح؟ تشتري الشيء اللي تبينه. شو اسمك؟ هند. لا اعلى، ما حد تحت سمع. هند. هند كم عمرك يا هند؟ 11. هند ها شنو سويتي اول يوم عيد؟ اول يوم رحت بيت جدتي. حلو، منو اكثر واحد او شخص اعطاك عيديه؟ امي. امك كم؟ 150. 150 حلو. يلا تعرف على اللي عندك. نور البنات. تعرف على البنات. شو اسمك؟ نور. شو اسمك؟ نوف. نوف؟ نوف كم عمرك؟ 10. انت صديقة البرنامج صح؟ تعرفين هاللعبة؟ ايوه. وشلون معلوماتك العامة؟ يعني شاطرة في المدرسة ولا لا؟ نص نص. نص نص. شاطرة 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 شاطرة. شنو أحلى مادة عندك؟ اجتماعيات. اجتماعيات، يعني عندك معلومات عامة في الجغرافيا في التاريخ صح؟ ايوه. يلا نشوف الحين وان شاء الله تفوزون. وانت بتفوزين بتفوزين ان شاء الله تفوزين. انت حلوة. شو اسمك؟ سارة. سارة كم عمرك؟ 9. 9. سارة شنو أحلى مادة عندك في المدرسة؟ عربي. عربي، تحبين اللغة العربية؟ ايه. وشنو تحبين في اللغة العربية؟ أحب قواعد. قواعد. قواعد، ما شاء الله عليك شاطرة، يعني شاطرة في القواعد. تحبين الإنشاء والكتابة؟ إيه ما شاء الله. طبعا عليك. سارة الكيلاني صديقتنا في البرنامج، بعد من أول ما بدينا ساعة مرح كانت معانا وتتصل علينا وتشارك معانا في اليوم بنلعب. ما شاء الله أصدقائنا كلهم موجودين اليوم، يعني صح الكلام. أنت من أصدقاء البرنامج. إيه. بتفوزين في اللعبة. إيه إن شاء الله بإذن. يلا تعالوا ارجعوا ورا، ارجعوا ورا، خلينا نتعرف على الأولاد. شو اسمك؟ وليد. كم عمرك يا وليد؟ 11. شلون معلوماتك؟ نص نص. نص نص بس اليوم إن شاء الله بتجاوب. اوكي شو اسمك؟ خالد. شلون المعلومات اللي عندك؟ يعني احنا عندنا معلومات واسئله سهله. ارجعوا ورا ارجعوا ورا ارجعوا ورا. انزين الحين راح تطلع لكم اسئله على الشاشه. اول ما يطلع السؤال بتكون فيه اختيارات، بعد ما ننتهي من الاختيارات اللي يعرف يرفع ايده، يرفع اللوحه اللي في يده. اوكي اول فريق يرفع هو اللي راح يجاوب. تمام، لكن لازم ننتهي من قراءه السؤال والاختيارات، والاختيارات عشان ترفعون اللي في يدكم. اوكي بنشوف من اول حد يرفع. يلا خلنا نشوف السؤال الاول. السؤال الاول شنو يقول؟ يلا وين السؤال؟ كم عدد الخلفاء الراشدين؟ 4 6 3. ها الاخضر ولا الاخضر؟ اخضر. اوكي يا رشود مصحصح قال الاخضر. رفعوا اسرع. الاخضر. لحظه لحظه دقيقه. 6. 4 4. قالت 4 الحين ما ادري تنحسب. نعطيها ولا ما نعطيها؟ تنحسب. قولي اكيد شنو؟ قولي الرقم مره ثانيه. اكدي. 4. 4 اجابه صحيحه. صفقه وين؟ نشوف السؤال اللي عندنا. ايه خلكم سريعين، شوفوا الاسئله سهله.
سهلة الأسئلة. وركزوا على الجواب. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ما هي الدولة التي فازت بكأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر؟ لحظة نور. لحظة. نزلوا. خلنا نخلص الاختيارات. بعد ما يقولون الاختيارات. بعد ما نقول الاختيارات يلا. فرنسا، الأرجنتين، ولا البرازيل؟ أصفر. 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 ها؟ الأرجنتين. الأرجنتين. أرجنتين. إجابة صحيحة. قدم خطوة. قدم خطوة. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ما هو أفضل الشهور؟ شهر رمضان. بعد الخيارات نزلوا. شهر رمضان، شهر شوال، شهر رجب. تأخرت. أسرع خلكم أسرع. الأخضر. الأخضر. شهر شوال. خلاص. رمضان. لا خلاص. ما يصير لازم خلاص. تتفقون. خلاص. اتفقوا مرة ثانية. إنزين. قالوا شوال. لا بناخذ الأصفر. لأن لازم تتفقون، ما يصير واحدة تعطيني إجابة والثانية إجابة. شنو تقولون؟ رمضان. إجابة صحيحة. شهر رمضان هو خير الشهور. اتفقوا، تناقشوا مع بعض. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ماذا يسمى الإصبع الأخير والمنفصل عن بقية أصابع اليد؟ السبابة، الوسطى، أم الإبهام؟ أحمر. أحمر. خلنا نشوف السؤال. ها شنو الإجابة؟ الإبهام. شو تقولي؟ متأكدين؟ الإبهام. إجابة صحيحة. الإبهام. قربوا. يا سلام. لا منافسة قوية اليوم. منافسة تعادل. منافسة بين قوية والأحمر. يلا نشوف السؤال اللي بعده. من هو النبي الكريم الذي ابتلعه الحوت؟ سيدنا يونس عليه السلام. لا. سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا ما كملت. سيدنا موسى عليه السلام. أحمر. سيدنا يونس عليه السلام. إجابة صحيحة. يا سلام. الأحمر رجعين بقوة. الأحمر. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ما هو العضو في جسم الإنسان الذي ينبض طوال الوقت؟ القلب، العين، أم اللسان؟ أحمر. ما شاء الله. ها شنو؟ القلب. شنو؟ القلب. متأكدة أنت ولا بس معاها؟ القلب. إجابة صحيحة. يا سلام. الأحمر جايين من بعيد. الأحمر. يلا السؤال اللي بعده. ما سبب سقوط الأشياء نحو الأرض؟ الارتفاع، الوزن، الجاذبية؟ الأخضر. أصفر. الأصفر ولا الأخضر؟ أصفر. أصفر. الأصفر. الأصفر. ها. الجاذبية. الجاذبية. إجابة صحيحة. صفقة. يا سلام. السؤال اللي بعده عندك يا نور. يلا انا مركز. ركز معهم بعد الاخضر عشان شو متأخرين. يلا. ما هو الطائر الذي تكلم معه سيدنا سليمان عليه السلام؟ الهدهد، الصقر، ام البغبغاء؟ اخضر. هدهد. الهدهد. ايوه. الهدهد. اجابه صحيحه. والسؤال اللي بعده ومنافسه قويه وشديده بين الفرق. نشوف كم عدد ارجل النمله؟ أربعة. لحظة نزلوا. أربعة ولا ثمانية ولا ستة؟ أصفر. ستة. إجابة. متأكد؟ إجابة صحيحة. ست أرجل للنملة. يا سلام. صفقة يا شباب. أيوه. زين. الأصفر باقي له إجابتين، لو جاوب عليهم يفوز. خلاص. الأحمر بقي له ثلاث. الأخضر شدوا حيلك. أربع. يلا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ما هي أول سورة في القرآن الكريم؟ سورة البقرة، سورة الفاتحة، أم سورة الناس؟ أصفر. الفاتحة. مش البقرة؟ أكيد. الفاتحة. إجابة صحيحة. يا سلام يا شباب. الحين هذا السؤال إذا جاوب عليه الفريق الأصفر يكون فايز، يفوز معانا. يعني يمكن يكون آخر سؤال. أخضر وأحمر ركزوا. ياخذ هدية. كلكم تاخذون هدايا.
السؤال يقول السؤال. ركزي يا نور، السؤال اللي بعده يلا عدك. ما اسم صوت الذئب؟ العواء، الصهيل، الثغاء. الأخضر رفع أول. يلا رشود بنمشي معاك. الأخضر. ها من يعرف؟ العواء، الصهيل، أم الثغاء؟ صوت الذئب. صهيل. لا 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 لا. أول واحدة؟ إيه. العواء؟ إيه. تقول أول واحدة اللي هي العواء. العواء. شنو شايف؟ إجابة صحيحة. صحيحة. الصهيل. الصهيل صوت الحصان. صوت الحصان الصهيل. يلا السؤال. السؤال اللي بعده. اللي بعده، كم يوجد من صفر في عدد المليون؟ 8 أصفار، 6 أصفار، أم 10 أصفار؟ أحمر. 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 ها. 6 أصفار. ستة أصفار. ستة صج ولا مليون. لأنهم قالوا مليون مليون. ستة أصفار. ثلاثة أصفار ألف. ها؟ ثمانية. ستة أصفار. إجابة صحيحة. يا سلام. يلا السؤال يمكن يكون الأخير. يلا الله يرزقكم بمليون يا رب. آمين. قولوا آمين. آمين. الله يرزق عبد الله بمليون. قولوا آمين. آمين. ويرزق رشود. ويرزق رشود. آمين. ويرزق الموجودين كلهم. قول آمين. ويرزق المخرج. آمين. آمين. آمين إن شاء الله. يلا السؤال الأخير يمكن يكون. يمكن. عندك يا نور. في أي قارة تقع إسبانيا؟ في أوروبا، في آسيا، أم في أمريكا؟ الأصفر شكله بيخلصها الأصفر. شكله بيخلصها الأصفر. الإجابة. أوروبا. أوروبا والإجابة. صفقة. يلا الفريق الأصفر هو الفايز معانا. نسمع لهم صفقة 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 كلهم. وبعد كلكم فايزين معانا. شكرا لكم. خلاص خلوهم تحت. وشكرا كلكم فايزين. وكلكم إن شاء الله راح تاخذون هدايا معانا لين ما نجهز اللعبة اللي بعدها. خل نسولف مع أصدقائنا شوي. خل نشوف الرسامين نخليهم بعدين لأن نبي نشوف النتيجة النهائية. نبي نشوف النتيجة بعدين. بس بنسمع شيء من العازفة نور. خلنا نسمع شيء منها. شيء لطيف جميل أصدقائنا يشجعونها وبعدين نرجع نكمل ألعابنا. ها شنو عندك يا تاج؟ رتاج؟ تاج صح. يلا أنا ما أدري ليش كلها غلط. يلا تاج سمعينا. يلا نبي شجعونها. يلا تاج الرأس. صفقة لتاج. صفقة لتاج. يا سلام. شكرا شكرا لك يا تاج. انا عبد الله. يلا عندي يلا. عندي مجموعه من صديقاتنا هنا ابي اتعرف عليهم واسولف معاهم شوي. شو اسمك شيخه؟ كم عمرك؟ خمسة. خمس سنين. من اختار لك الفستان الحلو؟ امي. امك توجه لها تحيه. قولي كل عام وانت بخير. انت بخير. لا قولي قولي حق امك شوف الكاميرا. قولي كل عام وانت بخير. قولي لها كل عام وانت بخير. وانت بخير. اذا ايش سويتي اول يوم عيد؟ وين رحتي؟ طلعتي؟ جمعتي فلوس؟ كم؟ وايد وايد. ما عديتي لحين. عديهم وقولي لي عقب. زين شكرا لك. وانتي شو اسمك؟ جود. جود كم عمرك؟ سبع سنوات. سبع سنوات. جود قولي لي ايش سويتي اول يوم عيد؟ اول شيء انا سويت شعري في البيت. سويتي شعرك انتي بنفسك؟ لا امي ساعدتني. امك ساعدتك. حلو. وبعدين رحت بيت خالتي عشان استانس واروح اجمع وايد عيديات. جمعتي وايد عيديات ورحت اعيد. رحتي عيدتي. ايش بتسوين في الفلوس؟ الفلوس والعياد. بسافر. بتسافرين؟ ليش كم يمعة؟ 4000. 4000 يمعة ما شاء الله عليك. جود بتسافرين؟ ايه. فيهم كلهم الاربعه بتصرفينهم؟
ما راح اصرفهم، بخليهم حق اي يوم عشان استانس فيه. صح، في اي يوم يدش خاطرك في اشياء تشترينها. صح ولا لا؟ صح. وانت من اصدقاء البرنامج ياتينا قبل. اي مستانسه اليوم؟ وايد مستانسه. اهم شيء وايد مستانسه. وانت من تجي اسمك حلوه تعالي. اسمي لطيفه. لطيفه قولي لي اليوم راشد ما رقد بدري زين لانه كان يلعب، قولي له هاي الشيء صح ولا لا؟ خطا. ليش خطا؟ خطأ لأن يعني وذا نام عادل بيقوم الصبح. إيه؟ صح عادل بيكون مصح صح أكيد. وانتي شو اسمك؟ أميرة. أميرة كم يمعتي عيادي؟ 1000. 1000 ما شاء الله، شو بتسوي فيهم؟ بشتري الأشياء اللي أبيها وبتبرع منها. بتبرعين ما شاء الله عليك، وهاي الصح. والحين خلينا نشوف عبد الله عندنا اللعبة. يلا أنا طلعت أصدقائنا اللي راح يلعبون معنا هاللعبة، طلعت أولاد نلعب مع الأولاد وبعدين بنختار البنات، أوكي؟ بعشان نجيب اللعب وبسرعة. شو اسمك؟ سعيد. سعيد ما شاء الله، أنا قاعد أشوف الأولاد كلهم اليوم كاشخين، وفي واحد طالع لنا بدون لا قحفية ولا غترة ولا عقال. منو هذا؟ منو؟ ما نعرف. منو؟ راشد. لا قحفية ولا غترة ولا عقال. شوف أصدقائنا يا راشد، شوف. نايم ما يصير يعني. لحظة صبيان، أنتوا لما تنامون بالغترة والعقال؟ يعني انا ما سويت شيء غلط. لا. بس انت الغلط اللي سويته شو؟ انك نايم في وقت غلط. انا سهران. ما بعد يسهرون. هذه الغلط العود. انتم ما تسهرون؟ لا. ما تلعبون بلاي ستيشن؟ في حد يسهر؟ تسهر انت ها؟ بس تقوم وقت صح وتلبس وتكشخ وتجي صح؟ حلو زين. يلا شو اسمك؟ اسمي سعيد. سعيد كم عمرك يا سعيد؟ 8. سعيد شلون كانت اجواء العيد معاك؟ حلوه؟ حلوه. شنو سويت في العيد؟ رحت أعيد. جمعت عيديات؟ إيه. وايد. إن شاء الله. شنو بتسوي في العيدية؟ بخليها وبعض شوية فقراء. يا سلام، صفقة لسعيد، سعيد بيتبرع بجزء من عيديته. وانت شو اسمك؟ مشعل. كم عمرك يا مشعل؟ 10. مشعل قل لنا شنو سويت في العيد؟ رحت أعيد، روح البيوت. زين قل لنا تلعب سوني؟ إيه. وايد؟ إيه. سير يا مشعل، يعني في وقت محدد للسوني ولا طول الوقت؟ في وقت محدد. اي بس انت قبل شوي قلت لي ساعتين. بتزيد الحين ولا ساعتين بس؟ بس ساعتين. بس ساعتين او ثلاث ساعات. قاعد تزيد بعد شوي، بس اللي بتقولي 4 ساعات. اي الواحد لما يلعب عبد الله ما يحس بالوقت. ما يحس، بس لازم يكون عنده منبه يقول له. شو اسمك؟ علي. علي كم عمرك يا علي؟ 9. علي قل لنا من اكثر واحد اعطاك عيدية؟ والله وايد. وايد ناس اعطاك عيديات؟ ايه. يعني منو اكثر واحد؟ يعني كلهم اعطوك 500؟ لا لا. 200 150 اي شيء. وكم وصلت العيديه؟ 3000 350. ما شاء الله. زين تعطيني 350 الموجوده هذه؟ كلها. الله يجزاك خير. يا سلام عليك. الله يجزاك خير يا علي. كريم. زين وراشد كم تعطيه؟ راشد؟ ايه. انا ابي مخده وفراش. لا 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 غلط. كم تعطي راشد؟ 1000. يا سلام عليك، بروح اشتري فيها غرفة نوم. اي والله والله كريم، والله كريم يا علي. شو اسمك؟ اشكرك. محمد. ها محمد، كم العيدية اللي جمعتها؟ والله ما ادري، ما حسب بس وايد صح؟ ايه. شو بتسوي في العيدية؟ بعطي الناس وبشتري جوال جديد. تشتري جوال جديد وتعطي الناس صح؟ يا سلام عليك. وانت شو اسمك؟ خالد. كم العيدية؟ ما ادري. بس شنو بتسوي في العيدية؟ بتبرع. ايه؟ وجمع. الله يجعلكم من الكرماء يا رب. الله يجزاكم خير. زين خلنا نشرح لكم. نور انت عارفه اللعبه صح؟ انا عارفه. خلنا نشرح لهم اللعبه. هذه اللعبه بنقول كل واحد اوكي، شوفوا الدوار الحلقات الملونه. بنقول لكم مثلا، لحظه بس تعالوا ورا هني عشان الكاميرا تاخذكم ما تعطون ظهركم للناس. بنقول لكم مثلا اللون الازرق. كل واحد يروح. اي كل واحد يروح على الازرق. روح على الازرق. لا توقفون مع بعض. لا في واحد هني. زين. واحد هني. اوكي. بعدين مثلا حلو. اخضر. أيوة. ازرق. اخضر. ايوه أخضر. حلو. شوفوا. اوكي فهمتوا اللعبة؟ بس لا تعطون ظهركم للكاميرا. شوف هناك يا سعيد. ايوه اوكي. يلا نبدا. نعد اول شيء. 1 2 3 يلا مع بعض. يلا 1 2 3 يلا. حلو البنات ركزوا باللعبة لأن بتلعبون بعدهم. يلا أوكي. عبد الله. يلا الحين انتوا على اخضر صح؟ نقول هاي نقول وردي. يلا وردي. بسرعة يلا. أخضر. حلو. أزرق.
يلا اخضر ازرق اسرع لحد يتاخر ازرق حلو يلا ازرق اخضر وردي اخضر اخضر لا صح صحيح ما شاء الله يلا اخضر يلا وردي ازرق اخضر حلو ازرق وردي اخضر اخضر لا ما شاء الله خل اجرب انا صعب علي اللعبه انتوا راكدين عدل اليوم صح خل اجرب انا يلا وردي يا سعيد يلا يرتب الكشخه اخضر ازرق اخضر ازرق اخضر ازرق اخضر لا 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 سعيد قاعد تستهبل سعيد لا ايش صار تلخبط نسمع صفقه حق سعيد صفقه حق سعيد يلا شكرا يا سعيد روح مكانك يلا نكمل ازرق وردي ازرق شوي اخضر وردي ازرق 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 اخضر وردي اخضر اخضر وردي وردي سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد خلص الوقت صفقة تحية فازوا معنا الأولاد احنا ترى حاطين وقت فقاعدين نشوف بعد نهاية الوقت كم واحد يبقى؟ ما شاء الله أربعة باقي من الأولاد أربعة الحين بنطلع خمس بنات ونشوف كم راح يبقى البنات من البنات نسمعهم صفقة يلا روحوا مكانكم شكراً تعالي زين انتي وانتي تعالي انتو ثنتين اللي يحذى بعض أو ثلاثة تعالي اللي يحذوها بعد ايه كم نبي احنا خمسة صح؟ بعد نختار واحدة من هني تعالي لابسة وردي ايه تعالي يلا حلو يلا بنات وقفوا في الازرق وقفوا على الازرق نتعرف عليكم ناخذ اساميكم شو اسمك والنعم يا نوف عرفتي اللعبه صح إيه؟ انا بس لازم احب اسال هالسؤال منو اكثر شخص اعطاك عيديه اهلك كم إيه؟ جمعتي 900 وشوي ما شاء الله حلو وانت شو اسمك فاطمه طلال فاطمه من اكثر واحده اعطاك عيديه عيادتي كم 100 ريال الله يحفظها ما شاء الله الله يحفظها لك ان شاء الله وانت شو اسمك عاشه منو اكثر شخص اعطاك عيديه امك كم وايد ما شاء الله ما تبي تقول عشان لا تحسدونها ايه يلا شو اسمك حوريه ما شاء الله اسمك حلو يا حوريه جمعتي عيديات وايد يا سلام عليك يلا ارجعي تعالي انت تعرفنا عليك قبل شوي صح اسمك لطيفه حلو يلا الاولاد بقى منهم اربعه البنات نشوف البنات كم يبقى منهم يلا ببدا انا يلا نور عندك ركزوا معي يلا وش نعد مع بعض يلا واحد اثنين ثلاثة اخضر 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 ركزوا اسرع ازرق اخضر ازرق ازرق تعالي تعالي حورية نسمع لها صفقة الحورية يلا شكرا لك مكانك يلا نكمل اخضر ازرق اخضر اخضر شكرا يلا الحين وردي ازرق ايوه وردي حلو اخضر وردي ازرق اخضر خلنا بين الاخضر والازرق اخضر وردي وردي ما شاء الله هو يا ان انتم ما شاء الله عليكم فاهمين وايد او انا ما اعرف العب هاللعبه لا اشدح انا اتوقع ان انا ما اعرف العب هاللعبه عندك نور يلا اخضر وردي اخضر وردي وردي ازرق اخضر ازرق اخضر زين شوفوني بركز معاكم يلا ازرق اخضر
كم باقي؟ كم باقي؟ كم؟ يلا 30 ثانية. يلا نلعب. أخضر 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 أزرق أزرق أخضر أزرق. يا سكين الوردي، يا سلام يا سلام يا سلام. صفقة 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 صفقة. أزرق أخضر أزرق أخضر. يعطيكم العافية. عشر ثواني. من أخضر؟ بتكملين؟ يلا وردي أزرق وردي وردي أزرق. نعم صح صحيحين. نعم صح صحيحين. خلص الوقت وكلهم فازوا وعادوا. يعطيكم العافية. نسمع لهم صفقة بس. شكرا شكرا لكم. يلا شكرا لكم. ما شاء الله. يلا شكرا. بس الحين في هاللعبه الاولاد فازوا، فصارت النتيجه 2-1 للاولاد. حلو حلو. شادين حيلهم الاولاد. 2-1 2-1. الحين شنو عندنا؟ انزين نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع وباقي عندنا العاب وايد وجوائز ومسابقات. ننتظركم. لكم من بعد الفاصل ومستمرين معاكم بالمتعة والمرح وحماس أصدقائنا، وأكيد كلهم يبون يلعبون وإحنا بعد متحمسين ونبي نلعب معاهم. فعشان كذي عندنا لعبة حلوة وجديدة هالمرة مع مجموعة من أصدقائنا. أول شيء نتعرف عليهم يلا على السريع عشان نبدأ اللعبة. شو اسمك؟ ابتسام. ابتسام، ابتسام كم عمرك؟ 10. جاهزة حق هاللعبة؟ إيه؟ أتوقع أنك عرفتي شلون نلعبها. إيه. وأنت شو اسمك؟ قمر. قمر قمر. وأنت قمر كم عمرك؟ 7. 7 سنين. ايش سويتي اول يوم عيد؟ عطوك عيدية؟ كم جمعتي؟ 180. 180 ريال. يا سلام. وانتي شو اسمك؟ زينب. زينب كم عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة. ان شاء الله تفوزين في اللعبة زينب. ان شاء الله. بعد شوي راح اشرحها لكم. قولي لي ايش سويتي اول يوم عيد؟ رحت عند جدتي وخالاتي وعمومي. حلو، يعني رحتي وزرتي وجمعتي عيدية. ايه جمعت. كم؟ ما حسبت للحين. ما حسبتي؟ تبي تجمعين زيادة؟ إيه. شكرا لك. وانت يا حلوة شوفي شوفي الكاميرا. شو اسمك؟ سارة. سارة كم عمرك؟ 10. العمر كله سارة. قولي لي شلونك في تصرف رشود اليوم؟ خطأ. خطأ ليش؟ لأنه ما نام كويس في الليل. ما نام في الليل عدل وقام متأخر وتأخر على حلقتنا. صح؟ انت عندك بلاي ستيشن؟ ايباد، جوال، تلفزيون؟ بس ايباد. ايباد تقعدين عليه؟ بس تقعدين عليه 6-7 ساعات؟ ما لا. تحسين بالوقت؟ تحسين ما تسهرين لما تلعبين الايباد؟ ما تسهرين؟ لا. قولي الصدق. قولي الصدق. تنامين في الوقت؟ ممكن لا يتهموني انا. لا لا ما نتهمك راشد، ان شاء الله انت بتعدل هالعاده اللي كل اصدقائي الاطفال أحسن. نفسي بتصير احسن، بتعدل هالعاده وبتصير احسن. وانت شو اسمك؟ دانا. دانا ايش هالكشخه الحلوه؟ من مختارش الفستان؟ شوف لفي 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 على الكاميرا لفي. الله، من مختارش الفستان؟ امي. امك من رسم هالرسمه الحلوه؟ هني رسمتيها؟ لا. وين رسمتيها؟ حلوه هذه. زين زين الحين نتعرف على الاولاد على السريع. شو اسمك؟ يوسف. قاعد تكسابن تبي تنام؟ تعبان موصل. تبي تنام مع راشد؟ تعال تعال عندي يربي تعال. ما تبي تنام صح؟ اوكي يوسف. شو اسمك؟ محمد. محمد جاهز للمسابقه؟ جاهز. تعتمد على السرعه والذكاء. جاهز؟ شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز صديقنا انت عاد، شارك معنا دائما صح؟ جاهز؟ صح. بتفوز؟ جاهز. يلا زين الحين بشرح لكم احنا اللعبة. احنا ناقصنا حد عبد الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. اوكي. حد زيادة. نطلع 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 نطلع. تعال. تعرف عليه؟ زين بتلعب بتلعب. شو اسمك؟ عبد الله. عبد الله كم عمرك يا عبد الله؟ 8. 8. جاهز للعبة؟ ان شاء الله. اوكي زين البنات وقفوا ورا بعض. ثلاثة. انتوا ثلاثة مع بعض. تعالي ورا بعض. وقفوا ورا بعض. ورا بعض. وانتوا وقفوا هنا ورا بعض. قمر تعالي وراها. ورا ابتسام. تعال انت وقف. تعالي وراها. ورا ورا. اي اوكي. لا وقفوا ورا بعض. ورا بعض. ورا بعض. ولد واحد يهزم. اي اوكي بعد شوي بجيبه. تعال وقف هنا. زين اللي راح يصير ان احنا نبي نشوف منو بيسوي اعلى برج. اوكي البرج راح يكون عبارة عن الاكواب هذه.
بس الشرط اللي يكون ان اول 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 الاكواب يكون عددها كم؟ أكواب. سبعة. يكون سبعة بعدين ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد. اوكي؟ يعني بهالطريقة شنو راح يصير؟ بنسوي بينكم تصفيات. الحين انتم اول مجموعة اللي يفوز فيكم يتأهل، انتم ثاني مجموعة، وانتم ثالث مجموعة ورابع مجموعة. كل مجموعة فيها ثلاثة او ثلاث ثلاث مجاميع. بعدين بنسوي تحدي بين الفايزين، تمام؟ ونشوف من الفائز الأخير. بس شوفوا بهالطريقة، شوفوني ركزوا. هني عندي سبع أكواب ببني فوقهم بعد، يعني ستة خمسة بنبني هرم. حلو؟ جاهزين؟ جاهزين اللي على المسرح؟ يلا بنبدأ. بس أول شيء لازم نعد مع أصدقائنا للثلاثة. يلا أول فريق جاهزين؟ أول شيء أول واحد يسوي البرج هو الفائز. نعد مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا أول يلا. سبع. أول شيء سبعة، ركزوا. حلو. هاي أوكي هاي. أول. لا لا سبعة 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 أول شيء. لا تخرب عليه، ارجع ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا. لا لا سبعة سبعة أول شيء. خمس ست باقي واحدة سبع. حلو. يلا يلا بنشوف منو الأسرع. ها. وخر وخر ارجع ارجع. لا 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 تساعدون. ارجع. حلو حلو عبد العزيز ما شاء الله. أوه هناك البنت. البنت ما شاء الله عليها ابتسام. ها. ابتسام. يلا يا عبد العزيز. يلا يا عبد العزيز. يلا يا عبد العزيز. يلا ها حلو. يلا يا اولاد. يلا حلو. يا اولاد اكلكم. ها. ها ها عندك هني. آه انت غلطت يا عبد العزيز، حطيت كوبين كوبين كوبين. آه. عبد العزيز يلا يلا كيفك. ما خلصت. يلا يمديك يمديك، في ناس ما خلصوا. روح يمديكم بعد إذا طاحوا حاولوا. ما عليك قاعد قاعد انهيارات. أنت هني عندك كوبين ركزي. لا عندك كوبين كوبين ركزي. رتبيهم بلمهم لتش. كوب كوب ركزي ركزي. شكرا قمر، شكرا على المساعدة. يلا 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 بساعدك بساعدك فاضي. يلا لا لا تعال 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 حبيبي. كوب كوب ركز. كوب 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 لا تساعدني. اعطيني كوب كوب. طب كوب 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 ايه. يلا 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 الاكواب محسوبة. تعالي حبيبتي روحي روحي من ورا روحي من ورا روحي من ورا. عندك كوبين. ايه لازم تتصرف. عندها كوبين في القاعدة صعبة. تتصرف. شوفي شوفي خلنا ساعدك تسوينها من هني. عبد العزيز رايح. عبد العزيز بيروح. عبد العزيز بيروح. يلا يا عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز فاز. لا لا مو عبد العزيز، البنت خلصت اول. هي خلصت اول. البنت خلصت اول. ابتسام خلصت اول. ابتسام اول. شكرا يا عبد العزيز، روح مكانك وانتي بعد روحي مكانك. ويلا نشيلهم. يلا الفريق الثاني الفريق الثاني. يلا ابتسام وقفي ورا. يلا عدوا الاكواب عدوا الاكواب نعدل الاكواب. ايوه صح طريقتك. ركزوا اهم شيء كوب كوب عشان ما يصير لكم. انتبهوا على الاكواب. نفس الخطا اللي صار قبل شوي. اوكي عادي عادي خليهم. يلا حلو الحين ابتسام انت الفايزه معانا وكفهني على صوت. يلا كوب كوب جاهزين. لحظه البنات خلينا نشوف البنت جاهزه. جاهزه قمر. يلا جاهزين جاهزين خلاص انتي. يلا شكرا يعطيك العافية. اوكي يلا نبدأ. واحد اثنين ثلاثة ثلاثة. يلا نبدأ 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 نبدأ. يلا ستة سبعة ستة وسبعة هذه خلاص. هلا هلا لا تساعده لا تساعده لا تساعده لا تساعده فكر عنه. هلا بروحه. عندك كوبين هني ركز في كوبين تحت. هلا كوب واحد. هذه ثمانية. يلا. لا هاي غلط. انت عندك أربعة أنا في سبعة. إي لازم نعد القاعدة. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبع. يلا الحين سوي فوق. يلا. خليهم قدامك أسهل. خليهم قدامك أسهل. كذي. يلا أسرع 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 أسرع. يلا يلا يا حلوة أشوف. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس غلط.
واحد اثنين ثلاث اربع شوي شوي بسم الله واحد شوي تحت. زيد واحد تحت اذا طاحوا عادي رد تسوهم وحط فوق اي حط فوق يلا يا سلام يا قمر قمر رايحه قمر يلا, رايحة. يلا 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 لا 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 قمر لا هل هم سبعة واحد. لا تحت واحد تحت ستة ست ليش نقصني واحد في واحد طاح حط لي سبعة حط لي سبعة اكثر زيدي فوق يلا خلا 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 ارجع خلا خلا بطيحة زيادة ارجع ارجع لحد يجي نرجع ارجع مكانك يلا عادي عادي تصير 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 يلا ها تصير ما عليه بس توتر اللعبة الفريق هذا شوي أبطأ شوي أبطأ من الفريق اللي قبل ها يلا تقدرون شوي شوي لا تزون بعض لو كان في توقيت كان توتروا أكثر خلي حركاتكم خفيفة شعرت شعرت قاعد يطيح يلا خلي حركاتكم خفيفة شوي شوي صح لو كان في وقت راشد صح كلامك عشان ما يطيح يلا 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 يا الأخضر ليش مستعجلة شوي شوي لا تستعجلين يلا شوي شوي قمر شوي شوي يلا لا تركض على الستيج لأنه يتحرك وين مكانك؟ صح 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 ما في شيء يلا يا شباب قمر شوي 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 يلا يلا أسرع أسرع أوكي حلو قمر شوي شوي تركيز تركيز قمر على آخر شيء طيب ركزوا ركزوا شوي شوي ركزوا شوي شوي لا 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 وفي توازن توازن في خلل في القاعدة من تحت يلا حطيها عدل 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 متوترين ولا تشوف هدوء اوكي بتخلص بتخلص لا لا الاخضر شوي 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 قمر أيوة عندك مشكله أيوة بالقاعده صح 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 شيلي هذا حطي واحد خلي واحد يلا يلا لا تبيهم ايوه يلا يا سلام شوي يا سلام بتخلص بتخلص, بتخلص. يلا يا الاخضر شوي 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 باقي 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 اثنين خلاص 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 نوقف 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 لحظة لحظة خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف يمكن قمر تخلص لحظة لحظة عشان الحق ها يلا كملي كملي نشوف منو بيكمل لا حطيتي في مكان غلط خلاص 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 وقف 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 اللي فازت معانا في هالجولة الفريق الأخضر 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 خلاص وصلوا لين النهاية بس تم يلا خلاص واحد. يلا شكرا الباقي يعطيكم العافية يلا قمر يعطيكم العافية أوكي. يلا حين نلعب فريق الثالث الجولة الأخيرة بعدين اللي فاز معانا الأخضر الأخضر يلا روحي وقفي هناك مع ابتسام عشان يلا. آخر شيء يتحدون هم الثلاث الفايزين معانا يتحدون تعالي 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 وقفي وقفي فستي معانا فستي خلاص خلاص ارجع 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 اخر يلا. جوله بتكون الثلاث فائزين معانا الثلاثه ثلاثتهم راح يلعبون مع بعض ويتحدون بعض ونطلع منهم الفائز النهائي يلا يعني راح نعد لحظه لا تبدا انطر خلوا دائما خلوا الاكواب قدامكم خلوها قدامكم عشان ما اي خلوها قدامكم صح يلا نبدا يلا. نبدا الجوله الاخيره او يلا يلا, الأخيرة. يلا 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 اثنين واحد ثلاثه اثنين ثلاثه يلا 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 سبعه القاعده سبعه ركزوا اهم شيء تحت خليها يدوم شوي لان الطاوله صغيره سبعه وابنوا عليها كوب 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 ايوه حلو واحد اثنين ثلاثه هاي شوفي كم ست سبع صح هاي كم واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع واحده بس خلاص يربيهم حلو نشوف انت كم يلا يلا نشوف من التكتيك ست سبع خلاص خلصتهم يلا فوقهم يلا تكتيك تكتيك اوكي شوي شوي يلا بنطلع فائز واحد منهم يلا يلا حلو 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 الاحمر 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 ماشي صح الاحمر ماشي صح والوردي ماشي صح الاحمر خلي الاكواب قدامك احس بيضيعهم ايه
خلهم فيها عادي خلهم شوي 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 لا تستعجلون اللعبة بلا تركيز لان عادي على اخر لحظة الوردي 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 اقول لكم الوردي الوردي خلاص شكرا 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 يلا الوردي خلت مكانك والباقي يجون يلا ما شاء الله البنات كلهم فازوا الاولاد وين البنات اللي فازوا خدم بس يلا ارجع 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 مكانك ارجع مكانك يلا يلا اخضر خلاص اخضر خلاص ارجع مكانك يلا 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 خلاص خلاص خلها وارجع خلها وارجع يلا يلا شكرا شكرا يلا البنات جاهزين اول شيء نصفق لهم وصلوا معنا المرحله النهائيه يلا صفقه 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 المرحله النهائيه اللي بنطلع منها الفائز يلا اوكي الحين نفس اللعبه بس على الثلاث الفائزين بنطلع منهم الفائز النهائي من تتوقعون بيفوز من تتوقعون الوردي ولا الاخضر ولا الاحمر الوردي يعني في اجابات وايد انا اتوقع الوردي انت تتوقعين الوردي انت تتوقع الوردي نشوف يلا نعد مع يلا. بعض واحد اثنين ثلاثة نبدأ يلا شوي يلا شوي يلا شوي 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 شوي, 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 شوي 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 ما عندكم توقيت شوي شوي الأكواب في يدكم عادي ترى ما عندكم وقت وعادي يعني في آخر لحظة يطيح كل شيء الأخضر الأخضر تكنيك صح تحط الأكواب تحت حط الأكواب تحت عشان ما تتلعول خل نعد الواحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة انتي ست اكواب تحت ترى يزيدي واحد انتي ستة تحت ستة ضيفي واحد يلا 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 وين التشجيع وين التشجيع الاخضر ما شاء الله الاخضر 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 يلا 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 الاخضر يلا يلا الاخضر يلا شكرا 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 بس خلوا الاخضر موجوده شكرا لكم تعالي 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 شكرا لكم شكرا لكم تعالي تعرفي عليها شلون فزتي شنو شنو شلون يعني قدرت تبنين بهالسرعه حتى الوردي توها خلصت شكرا لك شكرا يعطيك كنت شنو كنت متوتره يلا خلاص خليها خليها شكرا يلا روحي مكانك كنت متوتره اذا بس كنت سريعه ومركزه وكنت موازنتهم شكرا لك نسمع لها تحيه نصفق لها يلا يعطيك العافيه خروا عند الرسامين يلا. ومع الرسم خلونا نسمع موسيقى حلوه من اخ من صديقتنا تاج تعزف لنا شيء خفيف واحنا نسولف مع الرسامين يلا. اوكي يلا الحين كلكم ان شاء الله لا 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 تصدقوا لا تصدقوا خلوها تعزف واحنا نسولف هني يا سلام بس خلينا نسمع شوي العزف يا سلام يا سلام عليك كملي كملي عز كملي عز احنا بنسولف هني قمر ما شاء الله ايش اسمك شيخه ما شاء الله يا شيخه ايش هالرسمه الحلوه ها قلتي بترسمين قمر ورسمتي قمر وكتبتي انا القمر ما شاء الله القمر حلو خلينا نشوف نشوف طالع الشاشه اشوف اشوف عبد الله شوف راشد شوف راشد ايش رايك يا راشد طالع الله ها طلع الرسمه هني على الشاشه زين اشرحي لنا عن الرسمة هذه يا سلام الرسمة فيها مبانيات وفي نخلة وفي المكتب الفوق انا قمر صح يا سلام عليك يلا اللي عندك يا نور يا تعالي معانا تعالي معانا على المسرح يا قمر نواف نواف صح ايوه نواف قل لي شنو رسمت قلت لي بترسم شمس بس ما شاء الله تشوف رسمت تفاصيل وايد اشرح لنا اني حطيت الوان يعني مو طفل الوان عاديه حلو على السماء يعني مو فاتح بس فاتح وغامق مع بعض حلو والبحر حطيت الفاتح والغامق يعني سويت تنويع في الالوان ايوه ايوه تنويع فنان ما شاء الله عليك نواف شكلك تحب تروح البحر ايوه صح زين انا لاحظت شيء تشوف انت هني في سمك صغار هذه أيوة. شنو هاي قرش هذا قرش السمك الكبير يعني ياكل يعني السمك الصغير لان القرش انا اشوفها عوده واشوف اسنانها
بيضة. وهذه طيور؟ هاي طيور ايوه، هاي سفينة. والمركب في ناس، وشنو هاي؟ شمس. شمس مبتسمة الشمس، شوفها راشد مبتسمة. ايه مبسوطة لأن البحر. شكرا لك نواف، تعال معي على المسرح. تعال تعال معي على المسرح، تعال تعال تعال. يلا يلا، كل واحد يوقف قدام كرسي، كل واحد يوقف قدام كرسي. اوكي 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 اوكي، يلا هدوء 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 هدوء. روح من لا لا لا، هناك هناك، انزل من هناك، انزل من هناك. نواف يلعب معانا. يا سلام لعبة الكراسي. اوكي اوكي، بس اللي ما شاركوا، نبي ناس صغار واللي ما شاركوا معانا. شاركتي؟ نبي صغار واللي ما شاركوا. لا اقعد اقعد اقعد، ما شاركت. كذا ما راح نطلع، اكيد كذا ما راح نطلع، كذا ما راح نطلع. يلا روحي يلا تعال. كم صار عندنا وايد؟ بس اوكي اوكي، عادي 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 بتشوف. عادي عادي. يلا لحظه بس، هدوء هدوء. ها كل واحد يوقف قدام كرسي. لا 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 ما طلعت. تعالي تعالي، انتوا كبار رجعوا، بنلعبكم اللعبه اللي بعدها. اللي بعدها رجعوا. اللي بعدها نبي الصغار. يلا تعالي هني. حلو زين، بنتعرف عليكم على السريع وبعدين بنلعب اللعبه. تمام يلا روح وقفي عند كرسي، وقفي عند كرسي. يلا ادخل. يلا عشان ما حد يقول ما لعبتنا، نبي نلعب، قاعدين نطلعكم كلكم، قاعدين نحاول نطلع الكل. اوكي يلا وقفوا. وين 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 وين؟ يلا حلو نتعرف عليهم. عندك عبد الله على السريع. يلا نتعرف على السريع، بناخذ الاسم ولا بناخذ الاسم بعدين، بس الحين خلينا نشوفها هني صديقتنا. تعالي تعالي. السلام عليكم. يا نواف. عليكم السلام. شو اخبارك؟ خير. طيبه؟ اي. شو اسمك؟ غاليه. غاليه كم عمرك يا غاليه؟ 8 ونص. 8 ونص؟ اي. متى بتصيرين 9؟ عقب شهر. عقب شهر؟ ما شاء الله العمر كله ان شاء الله. زين غاليه قولي لنا، كم العيديه اللي جمعتيها؟ وايد ولا فوق؟ فوق الألف. فوق الألف ما شاء الله. طبعا غاليه انا اعرفك، انا اعرف ان عندك نظاره حمراء، دائما انا اقول لك ابي النظاره الحمراء هذه، اعطيني النظاره الحمراء خليني اجربها. وينها اليوم؟ بيت جدتي. نسيتها. بيت جدتك نسيتيها ولا ما تبين تعطيني اياها؟ صح عشان تي ما جبتيها صح. ها زين يلا وقفي يا غاليه، وبنتعرف عليكم ان شاء الله كلكم بعد شوي. لا ارجع ارجع، انا اللي اطلعهم بس يجون على المسرح، اللي ما طلعتهم بنلعبهم اللعبه اللي بعدها. اوكي بنلعب لعبه الكراسي. تمام الحين عازفتنا بتعزف لنا موسيقى شي حلوه جميله حماسيه. اوكي يعني الموسيقى انتاج انتاج يعني التاج اذا وقفت الموسيقى هم يوقفون. اذا وقف التاج انتم توقفون. تمام تمام تعرفون. زين خلونا بس نجرب الحين. تعالي تعالي يلا خلنا نشوف نسوي تجربه. تمام يلا يلا تحركوا تحركوا، خلنا نعزف. تحركوا ذاك الصوب كذا كذا، عكس عكس عكس. يلا نعزف عكس عقارب الساعه. يلا تحرك 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 تحرك. عادي 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 يلا تحرك 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 تحرك. لا وقف 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 لفي لفي تعالي لفي لفي. اقعد 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 اقعد. ليش قعدت؟ هذه تجربة هذه تجربة. اوكي خلاص عرفت اللعبة، الحين بنبدأ. اوكي تمام يلا وقفوا يلا وقفوا. يلا نوقف. يلا تحرك يلا اسرع اسرع. يا سلام اقعد 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 اقعد. في كرسي في كرسي في كرسي فاضي في كرسي فاضي. قوم في كرسي فاضي. احذاك كرسي احذاك. يلا اقعد اقعد. تعالي تعالي تعال 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 تعالي 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 يعني تعالي تعال تعال. اوكي شو اسمه؟ اي بيبي شارك. ليام شكرا. يلا روح اقعد مكانك. تعالي تعالي شو اسمك؟ هلا هلا شكرا. يلا روح اقعدي مكانك. اول ما توقفين. خالد خالد شكرا لك. يلا روح روح اقعد اقعد. شو اسمك؟ حوريه. حوريه انت شاركتي قبل شوي. اوكي يلا شكرا يا حوريه، روح اقعدي مكانك.
انت انا ابي اسولف معاك شوي. شو اسمك؟ انا اسمي تميم. تميم، تميم يعني انت قاعد مع لف شوي على الكاميرا، يعني انت قاعد مع الريال، الكرسي اللي جنبك فاضي ما في حد وما تبي تقوم، واحد جاء من هناك مشى 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 وقعد على الكرسي. ليش ما رحت الكرسي اللي جنبك؟ يمكن يبي نوم. انا بس ما شفته. ما شفته؟ ما شفته. اه زين، يلا روح روح اقعد مكانك نسمع له صفقه. حلو. يلا يلا الحين بنبدا يلا وقف. يلا يا تاج يلا وقفوا يلا خلونا الحين واحد. لا خلوا الكراسي لانه في ناس زياده الحين بنعرف. اوكي يلا نبدا. ايوه اسرع 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 دوروا اسرع 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 يلا 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 لا تمسك الكرسي لا تمسك الكرسي. في كرسيين اقعد وتعال بسرعة. صديقتنا تعالي 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 تعال 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 وقف واسحب كرسيين. من اللي ما حصل كرسي؟ ريم شكرا يا ريم. شو اسمك؟ ناصر. شكرا يا ناصر. يلا روح مكانك يلا روح اقعد 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 يلا قوم وقف يلا وقف 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 يلا وقفوا نوقف يلا 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 موسيقى موسيقى يلا يلا تحركوا 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 يلا اسرع 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 اسرع. حلو يلا اسرع. لا 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 أسرع. لا اقعد ابي بكرسي 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 يلا 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 بكرسي 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 تعال 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 بكرسي تعال تعال تعرف عليه عبد الله. يلا بسرعه تعال تعال شو اسمك؟ هو دش دش من النوم. غليبه سعد والنعم يا غليبه شكرا. يلا روح مكانك يلا يلا وقف 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 بشيل الكرسي من هنا. يلا وقف 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 يلا نبدا موسيقى يلا. ايوه يا سلام يلا تحركوا 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 اسرع. لا 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 ما وقف ما وقف بيبي شك تو بيبي شك تو. اقعد 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 يلا 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 اه غاليه في كرسي في كرسي في كرسي فاضي في كرسي في كرسي هناك. تعال 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 احمر تعال 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 يلا بسحب كرسي. يلا اسحبي كرسي. شو اسمك؟ ها؟ خالد. خالد شكرا يا خالد. يلا اللي بعده يلا 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 اسرع ركز يلا امشي. ايوه يلا صفق تشجيع. اقعد 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 في كرسي. شو اسمك؟ شكرا يا آمنة. نسمع لها صفقة. شيل كرسي من هني شيل كرسي من هني. يلا يلا وقف يلا 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 اسرع. حلو اسرع اسرع اسرع. حتى تاج سرعت اللحن حقه. حلو عشان يركضون 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 يركضون. في كرسي في كرسي في 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 كرسي هناك في بعد كرسي. تعال شو اسمك؟ نوقف جاد. شكرا يا جاد يعطيك العافية. يلا نوقف يلا 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 ركز. حلوين حلوين يلا يلا اقعد. عقالك في كرسي في كرسي هناك في كرسي هناك في كرسي في كرسي. راحة الكشخة. يلا ما عليه ما عليه ما عليه خلنا نخليها هني الغترة. من اللي طلع يلا سليها عن اسمها سليها عن اسمها. شو اسمك شو اسمك يا حلوة؟ زينة. شنو؟ زينة. شو اسمك؟ زينة. زينة؟ زينة شكرا لك. يلا شكرا شكرا. بنشيل الكرسي اللي هني. وقف وقف وقف. لا لا هذا هذا. لا 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 يلا يلا نكمل نكمل يلا. غترة من هذه؟ خلاص خليها خليها يلا. اقعد اقعد في كرسي في كرسي في كرسي هناك. من في اثنين قاعدين على نفس الكرسي. منو قاعد اول؟ منو قاعد اول؟ انا منو قاعد اول؟ انا منو قاعد اول؟ عبد الله ايش رايك نلف مره ثانيه؟ يلا نعطيهم فرصه ثانيه. يلا 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 يلا
شو اسمك؟ خطاب. الخطاب، شكرا يا الخطاب. يلا شوي شوي شوي. بسم الله. يلا كمل. يلا 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 اسحب كرسي. يلا يلا اسرع 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 اسرع. يلا اقعد 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 اقعد. في كرسي في كرسي هناك. غالية. خلاص غالية. شكرا يا غالية. نسمع لها صفقة، نسمع لها صفقة. بسحب كرسي. وقف وقف بسحب كرسي من عندي. يلا حلو. يلا نكمل نكمل. بيبي شارك مامي شارك. ليش خلصت؟ تعال تعال سريع سريع سريع. جود جود. شكرا يا جود. شكرا. يلا نكمل 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 نكمل. خلني اسحب الكرسي. مامي شرط دو 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 مامي شرط. لا 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 ما وقفنا. كمل 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 كمل. مامي شرط. يلا نقعد. تعال 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 تعال. اسمك؟ شكرا يا احمد. يلا نسمع له صفقه. خلينا نشيل كرسي وردي. ها يلا كملي كملي كملي. يلا شنو شنو؟ قاعد اول. هو قاعد اول. لا انا. هو اول. انا. انا شايفه هو اول. انا شايف. انت شنو؟ انا قاعد اول. شلون تدري انك قاعد اول؟ قم. إيه انا قاعد. انت قاعد اول؟ إيه؟ منو قاعد اول؟ انا. منو قاعد اول؟ انا. انا. لا هو قاعد اول. يلا. يلا شكرا. يلا شكرا شكرا. يلا وقف. يلا 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 اسرع اسرع اسرع. يلا. بقعد تعال تعال تعال. شايف هو قاعد يشوفني. هو قاعد يشوفني يدري انه مو. شو اسمك؟ مساعد. مساعد. شكرا يا مساعد. يلا يلا نوقف نوقف بسحب كرسي. لا اوكي يلا 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 يلا. ما بقى ما بقى شيء. اقعد. شو اسمك؟ حلوه. روحي روحي. يلا تعال بسرعه بسرعه. شو اسمك؟ وقف. فرح. شكرا يا فرح. يلا انا سحبت. يلا 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 يلا. قاعد يفلت. شو اسمك؟ ها؟ شمسة. شكرا يا شمسة. يلا نشيل. يلا 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 اسرع اسرع اسرع. اي شكرا. لا تمسك الكرسي لا تمسك الكرسي. ما نمسك ما نمسك. اللي بيمسك بيطلع. من بعيد من بعيد. خسرت البنية. شو اسمك؟ شيخة. شيخة. يا سلام. يلا وقف وقف وقف. باقي عندنا ثلاث اولاد. ثلاث اولاد. ارجع ارجع بس ما نمسك الكراسي. اذا مسكتوا ترى بتطلعون. لا لا تمسكون لا تمسكون. لا لا كمل 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 كمل. يلا يلا لا تمسكون الكراسي. لا لا ما وقفنا ما وقفنا. كمل. اول قعدت قعدت. ما انا انا صح صح صح. انا خل عادي. انت عادي خلاص. ضحيت ضحيت. يلا شكرا شكرا. تعال 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 تعال. خلني اتعرف على اسمك. تعال على هالتضحيه. شو اسمك؟ تميم. تميم. شكرا يا تميم. شاطر يا تميم. شكرا. باقي اخر اثنين. شو اسمك؟ احمد شتعبي. والنعم يا احمد. تعال. شو اسمك؟ غانم. غانم واحمد. منو بيفوز غانم ولا احمد؟ يلا نبدا. بس وخروا عن الكرسي. لا حد حلو. يلا وخر عن الكرسي وخر عن الكرسي. يلا انا ما بشوف. ها عشان ما لا لا ما بشوف. انا ما بشوف. انا بشوف. ما بشوف. انا اشوف. معنا نسمع لهم صفقة قوية. صفقة قوية قوية صفقة قوية. يا سلام. شكرا 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 شكرا. زين تعال تعالوا الرسامين تعالوا الرسامين. خلينا نشوف. تعالوا الرسامين. تعالي تعالي تعالي. الحين الحين بنبدا في السحب. خلنا اروح اخذه انا. تعال تعال الحين سحب الجائزة الكبرى. الحين بنسحب على الجائزة الكبرى. نقعد نقعد اماكننا. نقعد نقعد نقعد.
لا تعالي 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 عشان الوقت عشان الوقت يلا بنسحب الجائزة الكبرى اللي هي شنو؟ البلاي ستيشن البلاي ستيشن النور نور هلا. اللي بيفوز بيلعب معاي بلاي ستيشن بنسهر مع بعض لا لا ما يسمى تسهرون انزين الحين ليش بنسهر مع بعض ونلعب بنخلي منو يسحب من يبي يسحب واحد ما طلع حد ما طلع من ما طلع كلش تعالي لابسه برتقالي تعالي اسحبي لنا الاسم اللي راح يفوز اليوم يلا كل اللي موجودين معانا اساميهم موجوده هني وبدت الدعوات يلا ندعي من تعالي بدت الدعوات خلطي ايوه حلو اسحبي لا عطي عبد الله عطي الاسم سحبتي خلاص على السريع خلاص روحي مكانك شكرا لك نقول اولها الاسم اللي سبحان الله يا الارزاق سبحان الله نقول اول حرف ولا ما نقول اللي قال بيجمع البزاك عشان يلعب سبحان الله والله اوكي الحين بتعرفوا من اللي فاز الشخص كم باقي عندنا من الوقت نقول اول حرف اوكي زين خلنا اول شيء منو يتوقع ان اسمه موجود هنا منو يتوقع اوكي بنت ولا ولد نقول بنت ولا ولد تبون نقول بنت ولا ولد ولد امس اللي فازت بنت واللي قبله بعد اول امس اللي فازت بنت اليوم الفايز ولد ولد حلو ولد. غيرنا هالمره ولد زين منو اول حرف اسمه يبدا منو اسمه يبدا بحرف الالف الف منو حرف الباء حرف التاء لا حرف التاء التاء سبحان الله يا جماعة سبحان الله والله العظيم الشخص اللي فاز ليش انزين الحين بتعرفون الحين بتتفاجئ الشخص احس اللي بتفاجئ فاز من هالصوب ايه عشان الكاميرا مخرج فاهمني لا اقعد اللي واقف حتى لو اسمه مكتوب ما راح يفوز اوكي يلا بن اللي فاز معانا شخص كان يقدر يفوز في اللعبه قبل شوي بس ضحى قول الاسم اللي ضحى بنفسه وطلع تميم فيصل تميم يا سلام سبحان الله يا لطيف مستانس؟ خاطرك في البلاي ستيشن؟ مستانس يا تميم؟ شوف شلون ألف مبروك شوف شلون الشخص اللي يضحي الله يرزقه وتميم كان يقدر يقول انه هو اللي قاعد على الكرسي قال خلاص هو اللي بس ضحى وقال مو بانا صح؟ فأنت ضحيت والله رزقك بالبلاي ستيشن نسمع صفقة كبيرة ألف تستاهل يا تميم بلاي ستيشن وقف امسك ثقيلة عليك امسك المايك امسك خلنا ناخذ صورة مع بعض يلا ها صورة الله يا سلام تستاهل يا تميم خليها هني وتاخذها بعد شوي اوكي معاك يلا شكرا يا تميم الجائزة وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم ودائما في الختام شنو يا نور بس لحظه نصور صوره جماعيه اي بس اليوم ما نبي زحمه نبي شوي تجون على قبل الصوره نبي نشكر عازفتنا تاج صح نشكر تاج اليوم تاج. معنا شاركت معنا وان شاء الله تكون معنا بعد طيله ايام العيد ونشكركم حضورنا الكريم واللي يبي يشارك يسجل في تطبيق شارك حياكم معنا على المسرح شوفوا الكاميرا نشوف الكاميرا عشان ناخذ صوره يلا نشوف كلنا الكاميرا ونقول يلا عفوا يا العايدو يلا واحد يلا اثنين ثلاثة نقول يا العايدو اللي فوق يا العايدو شكرا لكم على مشاركتكم معنا اليوم اللي حاب يشارك يسجل في تطبيق شارك ونشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده مع السلامه تعالوا هني